شنو هي الحاجه الموقف المحرج اللي عشتي في اخطر موقف محرج عشتي في حياتك؟ اكتر حاجه محرجه عشتها في حياتي كنت في حفله والحفله دي كان فيها مطربين كتير اسمع انا فاهم الحفله دي كان فيها مطربين كتير وماما يعني كان في شخص مهم في معمول الحفله دي وماما راحت يعني سبقت وكانت عايزه تسلم على الشخص ده فما راحت سلمت عليه اللي عاملين الحفله يعني احرجونا انا وماما يعني ان انتوا ليه رايحين بس انا ما كنتش رايحه فاهم وبعد ما الحفله خلصت كنا حوالي 8 بنات وشابين بنغني في الحفله دي الراجل يعني كان شخص مهم جدا سبحان الله طلع يعني ما كانش يعرف اسمي اصلا بس هو دور عليا وطلبني بالاسم واحرج الناس اللي يعني زعقوا لماما وما كانش يعرف ان هي امي اصلا تحيه للراجل ده بجد اول مره قررتي انك تشتغلي الموضوع الغنى وليه قررتي؟ لا مش انا اللي قررت بصراحه كان بابا وماما عايزيني امارس كانوا يعني ماما بابا بيحبوا الغنى قوي يمكن كان اكتر مني كمان في الاول ما كانش في دماغي كان كل همي ان انا اخد دروس مع اصحابي وان انا كده يعني فكنت ساعات مش بروح الدروس وكنت بروح اعمل حفلات صغيره كده عشان بس ان انا امارس الغنى يعني فاهم ده كان اول شغل ليا كنت باخد فلوس منه بس انا ما كانش في دماغي الموضوع يعني كنت بتروح على اساس ايه يعني انا بس حد بيكلمك يقول لك مثلا في حفله ولا اصحابك ولا لا يعني مثلا في مكان طالب بنت مثلا كان نادي في طنطا كان اول شغل كنت في اولى ثانوي ساعتها او في ثالثه اعدادي ولا كنت اصغر كنت في ثانيه اعدادي وطلبت ان انا اروح بقى اغني يعني وكنت كانت على طول بقى انا ماما وبابا مع بعض بس كنا مبسوطين يعني بس انا كنت دايما بكون متضايقه ان انا عايزه اروح الدروس مع اصحابي وعايزه اقضي وقت واهزر واضحك مش عايزه اروح اغني بس بعدين بقى طبعا عرفت قيمه الحاجات دي كلها بس الله عليك هايدي ماذا فعلت بك؟ إذا بعد الأكاديمي ما اجتكش يعني فرصة أنت سألتيني السؤال هذا يعني شو بتعمل بتكملي يعني أنه غناء بس يعني على الصعيد أنه تشتغلي بفلوس وهيك إشي يعني أو بتحاولي أنك تشهدي مشان تصيري فنانة محترف لوحدك يعني لا أكيد أنا جاية ستار أكاديمي وحاطة هدف قدامي حاطة طبعا هدف قدامي أن أنا أكون خلاص فنانة محترفة لو ما اجتك فرصه تفوتي على ستار اكاديمي او اي بروجرام انت عملته ما نسمع فيك يعني خلاص ايه بص والله يعني خطوه ستار اكاديمي اصلا جت معايا بالصدفه البحته يعني كانت رجل بره ورجل جوه فاهم زي ما بيقولوا يعني فانا اوريدي كنت بحاول احضر حاجه بحضر اغنيه وكنت خلاص بظبطها قبل ما اجي الاكاديمي يعني فطبعا اكيد الخطوه دي بالنسبه لي خطوه كبيره هتفرق معايا في حياتي بعد كده بس انا اوريدي كنت شغاله ما كنتش واقفه مكاني يعني الحاجه اللي ممكن تحصل لما تخرجي من الاكاديمي ايه اللي انت يعني تفرحك قوي بالنسبه لك يعني هي فرحني قوي بعد ما من الاكاديمي اني بجد اوصل يعني بجد مش كلمه وخلاص بس اوصل لحب الناس اللي انا كنت متخيله اني عمري ما هوصل له بس بجد الحمد لله يا رب ان شاء الله اكتر يا رب لو خرجتي من ستار اكاديمي وجالك واحد بيحبك جدا وهيعملك اللي انت عايزاه وقال لك اقعدي وش يعني عشان انا عارفاهم الشخصيات اللي هي تعملي ايه هتسيبي اللي انت عملتيه ده كله وتتجوزي واحد بيحبك وانت بتحبيه بس اللي انا عملته هنا وقبل ما اجي الاكاديمي قد ايه تعبت عشان اجي هنا وتعبت جوه
بس انا شايفه ان في مرحله في حياتي مش هيهمني اي حاجه في الدنيا غير ان انا اكون مع انسان بحبه لو بجد بحبه من قلبي. هتقعدي من اللي انت عملتيه ده كله لو بجد مش بس يعني بجد بعد ما اعرفش. انا عندي حسابات معينه في دماغي كده بحسبها بصراحه. مش عارف يمكن لو انا شايفاه فعلا يعني على حسب الانسان. ما انا ما اقدرش اقيم. ايوه بيحب يعني. انا قبل كده مثلا قررت في يوم من الايام ان انا عمري في حياتي ممكن اسيب الغنى عشان اي حد في حياتي. وفي انسان مثلا نسيم بتكلم وفي انسان وفي انسان جالي بعدها ومجرد ما سالني السؤال ده قلت له اوكي مفيش مشكله زي يعني ملهاش مقاييس فاهمه بجد. بس اكيد بعد التعب ده كله حاسه ان لازم خلاص انا خدت قرار ان لازم اكون اكمل. لو طلعت من الاكاديمي ونعرض لك عمل اوكي وهيدا العمل شفتي انه انت قادر ياثر على علاقتك مع عائلتك فهماني اي يعني نوع من العمل يعني اكيد يعني سينما. بص انا هقول لك على حاجه ودي بصراحه حاجه بحبها فيا قوي. انا الحمد لله يعني بعرف افرض حدودي على اللي قدامي فاكيد عمره ما يتعرض عليا عمل زي ده وهم عارفين هايدي عامله ازاي وحدودها فين فاهم. بس اكيد عمري ما اخسر عيلتي يعني. احنا كده ميرسي